النجاح في ظل الظروف الطبيعية التي تتهيأ بها كل المستلزمات قد يكون شيئا عاديا، لكن تحدي كل الصعاب والبدء من جديد فوق ركام الحرب، هذا يعد نجاحا باهرا وإبداع متميز. هذا ما سوف نعرفه عن مجموعة شباب تساهم في صناعة الأمل وإنعاش الاقتصاد والحياة. تعالوا معي لنعرف المزيد عن مشروع صناعة الكبة في بلدة بغداد. حديثنا اليوم راح يكون عن الكبة الكبيرة أو الكبة الموصلية، وأكيد أبو إيفان راح يحكي لنا عن هذا الشيء أو عن هذا المشروع اللي فتحه بلدة بغداد. أهلاً وسهلاً أبو إيفان. يا أهلاً ومرحباً بكم. أبو إيفان، بالبداية شلون تحب يكون اللقاء، بالسورة لو بالعربي؟ كيفكم؟ سورة أفضل طبعاً. أوكي. إن شاء الله. دمر خبشينا بقاو. يا أهلاً وسهلاً. أهلاً. أبو إيفان، محكي لنا لقيانوخ قمايا قد إيدي مفرجان الإديو أبو إيفان منيلة. أبو إيفان جنان توفيق شيتو معشان البغداد رابدين البغدادي، وقلت لي هذا محل كبيرة يعني واتهو يو بريقو بغدادة. نعم. بابدك ما إيالي ود؟ بابد أربع إيالي. ألها ناطيرة كل بنوني له؟ نعم. وكل غبراتها؟ ألها ناطيرة كل عيشين. اوكي اوكي. وكل اديو موجودين الى اخر؟ موجودين الى اخر، ثلاث اخر وخاك المسفره خارج. المهم ولا امك بو مشروع قوشوله. نعم نعم. اوكي تمام. يا بشينا بقاوخ واكيد بصيخي اديو تتهاوي لان ادي اتفقته الحمد لله وان انقيته، يعني مهم الى اديو تتقوض خي الصيفوته او خي اهتمام بادخ شولان. نعم. بريش طبعا كل يعني مشروع بوجه اعلامي. اها بنفس الوقت انقرخ التاريخ اثمي وخلته لو التشعيثة دي اتقتله. نعم. يعني من الاكلات الشعبية. صحيح. الفلكلورية. نعم. اكيد. نعم. بس امتيله كل وقت. اكيد اكيد بس انت. كل وقت بس انت. يعني من زون ودار اتيق والاديو يوما بنفس الطريقة. نعم. لكن مكائن مختلفة. نعم مكائن مختلفة. محل شمد محل تجهيزات الافراح الغذائية. نعم. اكيد اخي اديو تجهيزات الافراح الغذائية. نعم. دي لشمد محل. او الماركة التجارية المنتجات غذائية دك باشي مفيق من داخل. نعم. محكي لنا الفكرة مشروع دي خمشوري لفكرة او تخملتها ومن ديكا. والله فكرة المشروع طبعاً أنا ثواني بقاع موصل وخارج موصل وتشيلي البراي فثيلي البغدادي
خذي هذا مشروع، والحمد لله والشكر لاقوا موافقين انك يعيشوا الحمد لله. يعني اثوان مطاعم مثلا، مطاعم كل من دي اثوابه يعني. نعم. منوع ولو نعم. بس كوبيب دمره. لا كل دي كل اخوان بشولو ان من ديار كل من ديار، كل من دي قصه ودجاج وقوزي وكل من دي موصل. يعني من زونه بلاخه بالشارع، من زونه اي مزونه، من اي مشاتة تقريبا 86 87 من اشتوت مال. نعم. يعني ايه. مشاتد اشتوت مال ثوالي مطعم مجموعة، وثوالي مطعم باب جديد، وثوالي مطعم شرقاط، وثوالي مطعم دهوق، الحمد لله والشكر. ومين شمال المطعم؟ مطعم نرقال وشرقاط مطعم آشور، ودهوق مطعم ومشرب ألنت ند. نعم. يعني شمال سورة ثوالي تقريبا كله آشور نرقال. نرقال يعني نرقال يعني اسماء تاريخية. نعم. نعم. يعني ثوالي مجموعة مطاعم ويوا. نعم. وإدي يوم أقو بغديدة بتخلو خا مشروع أو خا محل معمل كوبيب. معمل كوبيب يعني بس فروغ لغتة كوبيب بدون مطعم يعني شو لك بي شو لك يعني خا لكاي برقودة يعني خا مداوم مشروع لازم توي سند وعون أكيد. فالحمد لله أيالي كنا موجودين وكيخ عيش والله كريم. ميرغ بأن زبنخ كل مطاعم دوي ومثلا جو دكان بمحافظات. نعم. وثيلخ آخر بغداد. نعم. الماكا ديوخ أو المنطقة. نعم. ديوخ. نعم. ديودهوية وبرية بقاوة الحمد لله. وفضلخ بثخت إث مشروع آخر. نعم. دائما خازخ شباب كاويلة غير تخمليات فدري دي خبري التوافق بيني اللخ لإيالخ بأن تبثخوتو إث مشروع يعني كذخ شباب مثلا قاقاق بقى كافيتريات هاوي او هاوي موظفين مثلا. نعم. او هاوي غير مشاريع. لا يوم دو لي هذا ما هذا مشروع يالي بعد يوم موظفين يعني بعد يعني عمارة التلية ناخذها مضفة يعني بشي صعوبة انه انا يعني مدخشين هذا مشروع بس ما لي اتي جماعة معمل عيني لي يعني عيني لي يعني يالي خو ام عمال التوف. نعم. بلخي اخر يالي مدكوي دكوي بيتها أنا كاوي بدوبي. أنا كاوي بدوبي لأنه أنا تشيلي زين. وبغزايا بس قول بلاخة ودائما أدخ شولة خازخ إنشك هاي بريشب قاوي إيث إنشب غير دكواتها إيثك بشغلي إنشي بس أخب بغديد يعني إثوى بقميثة بشغلي ده لبشك بشغلي لبشك بشغلي بخميثة خميثة مديك وقطع قبل المحل المحل محتاج إلى عمالة وعاملات خازت يومية كافية ولا أربي خمش إنشي ده لبش كافي لبش كبير بخل لبش كبير بلخي يعني لبش كبير يعني بلخي ماك خازت يعني قور بالزيركي لبشو لي بش انت نفس بو إخالة بما أنه آي صاحب مطاعم إنك آي النفس غير ليه بغدمت قورة أو بغدا إيث إنشي نفس بسيمة وإيث قور رابة نفس بسيمة بس أنا يعني خشون يعني قميل القور بش حيل يعني تحيز يمكن لأنه شول أخوي وخازد بأنه يعني لا قولي بشول الكوبيب بش مرتبين بش مرتبين يعني قولي مراتب لك وببتك مراتب شول بشتو وقت خناوة إبا ليلة قوية وسريعة مقدورة مش قوية مش كزري شولة يعني ناو تقرامة مثلا يعني غزيلا اخني دائما كما بالخي قرومه شوبك. نعم. بس اخا بطل يعني بطل الى ده كنا بريت مكاين كهربائيه انا هناك بطل لك كوبيب فيها بس دخل شو يعني زين ده قوبيتها يم ديار زور مثلا بعينتها قوبه شلون؟ لا انا طباخ رئاسي قصور رئاسي شغلي تقريبا 15 سنه طباخ درجه اولى يعني يمكن دوت وآدخ من آدخ تيلا افتخ ملتك بتخد اف مشروع كوبيب موخني شو لن إخالي يعني بغداد بوقتها لثوة يعني معامل خمع مليوة وذلنا هذا مشروع خلنا والحمد لله والشكر باب إيفان محكخ الماركة العلامة التجارية دي لتجهيزات الأفراح الغذائية قايم قبيلخ الشمة دخ يعني قايش قلوخ الشمة اختير الشمة دام يا خيمك يا خبريط انا وصديق الخارج بغداد كي خركوا بسياره انا وهو كل كامر ما دارخ شي مدى معمل ما وضخ ناني دارخ تجهيزات الافراح افراح لانه بخلوا بخلوا
بسخوصة كسحبي كباب ناشي. أقول له أنا مفوت لحم كسحبي بس يبغى يعني الحمد لله والشكر لك ما فقر ما تشم الحمد لله. يعني تشم مش للاختيار دايت وخارخ يعني. نعم بس هو يعني إيثو شمان حلو بس هذا خازن يعني قري والشغلة التانية. وأنت شوبع يعني والشقيلة شوبع جو بغداد وبدكان خير. يعني تأخذ مثلا طلبية كثيرة من خارج بغداد؟ البغداد بشيخ طلبية عنكاوة أربيل موصل شرقاط قيارة الحمد لله وشكرا. يعني شم التجهيزات الأفراح والمطية الشمال بالاسم. والجنوب بالاسم كزال الأسواقات شرقاط ما عندك واثة كبيبا. إجازة صحة دخ يعني مثلا يبقى خائط بالغ لو لازم التاو مجاز يعني ما قد أنت تأثير أو ما قد أنت مع بدانوث الشولة إجازة صحة ده هكين مجددها إجازة هذه إسقاط اختارية أنا بطريق صحية عمال أنا بطريق صحية ها أنا يعني كله مرخصيني لازم كامل كله تبيلي إجازة هذه إجازة دا شاتيلا 2020 بشم دبري له بشم دبري أنا ما وناش شم يعني مشروع بشم دبري وخيله وإشراف كل حلو خيله إيه يعني. إيه علاقة ولا ذهب زالن المحكخ الكباب نعم محكينا العلامة محكينا التخمل الفكرة بابد إيفان ذهب محكخ المشقلة دبلاخة كباب أو مراحل دبلاخة نعم. كباب أولا من إيمان كم شارع نعم. من ديكا يعني ميكا كم سوقوت وأمنا قرصة وقرقر ما تقل مكينة بغداد إيه مكينة محلي يعني كل لا لا مكينة تطخانة كمية يعني كل محلي إيه إيه محلي كل محلي له جريش وشمه وبصلك ما ثق بشوق أنا بصل سموقة هارد كوبا بخروب لازم هواي سموق يعني طبعا لأني لك صير ده كوبا بامي كيبا ما يخن خوا وأني بهاراتك ما ثق معطارة وما يخن نميرا قرصة وقرقر وملخة وصودك دارت بقرصة ملخة وصودك دارت بقرقر وبصلة ميرخ سموقة بصلة وإيثن بصرة بصرة أنواع إيثن إيثن دار الصرالي ومحلي محلي كودخ تقريبا يعني تقريبا 100 كوباية دارخ الصفحة يعني محلي قصدخ قصرة شرخة يعني هرد آخر كان نعم بدارخ الصفحة بقدم جنبي ده برات كانت مشتري أني عراقي وأني استرالي آية بسعر وآية بسعر نقاوغ زي ما مختار ويثن ياشي كاثي بقى دقلان في آية بختار بقى كوبي بخا مثلا إسري بلا ملخة ملخة زي ودا بصة زي ودا طرافة زي ودا شحم قليل دقدق بيك ودخلها يعني دهانة طرافك بالخوت وأمة كوبيب كبيرة قوح الشوية إيه دارخ لفوا طرافة بغداد زي مثيلي موصل طرافة 30 كيلو قليل يا اخي انت بهارات خاصه بهارات خاصه لكوبيب طبعا ميله انا بهارات لكن اللي عطارك او اللي خاصه يعني هل ايت كبرت بهارات خاصه بالمهنه يعني لا لا اوكي هذا هرك مخل يدينا 5 كيلو بهارات بعدين 5 كيلو بهارات 5 كيلو بهارات ولك بعد شقلت وما توت مثلا هرك شقلت كميه ديرت بالخونه تخاطر بلازار ريخي او بلازار تومي يعني بهارات مثلا ايه ده الاكبر شقلي ومتوي كبيره فيشي مثلا يعني ما اخذك بشي يعني لافر بيوم خاصي موصل على خطه وجبه ولا يبقى موصل لحل بس ما هي كل موجود قريب وكنت يمكاويث انت تسويق كنت يمكن سوق يعني يوميه كم سوق لا كل ما عندك مشغله كم سوق مثلا طوال مشغله قنواع بتيتا شاب كبه حلب كبه حامض همبرجر بورك هاني مشغله خام يومين تقريبا بالاسبوع إيه وأنا خنت 3 أيام كبة تتوخ مثلاً سبت على أحد أني يعني ده من خطلطة يوماتها بشكل كبة برابية إيه وترى إيه يوماتها تأن من ديانة احتمال مش حلو يعني حسب شوق إلى زي أو كل محل شوقك محق يعني ده شوق مقام يرخى ثواب خناء وركود بس ده لا مقني كما قم بصلة بصلة شوق إيه الحمد لله شو قد عباش؟ وهم داخل قاعدة كتية من دولار كياس وبناخذ يعني مثيرة مثيرة يعني هم صاحب الشولة كم آخر وهم مواطن كم آخر حيل مثيرة لنا
زين المكائن قميثة كذخ كباب أودي والدو خشوان ستة أمري والا ست البيت لا أي يعني قرستة وآدخ من ديان أودي والي هر قوبيثة ايه هاون وودقي والي بهاون ايه بهاون قصرة و... ايه فدها مكائن ديك ما في الخطوني لا مكائن تركية أنا كلها كلها كهربائية كلها كهربائية تركية داني راب همك خازق قاقا تأيتن بمعامل راب حتى يعني مثلا جراما فتاخذ كوباب واضع دوائر او اقراص ايتن خماكينه خاصه يعني هر ايكو ذلك بس اخو بغزايا طريقه بدائيه يعني ده حاليا ايتن مكان بورك مكان كوب حامض مكان كوبابه كل من ديت ما بعد اي في ده ماكينه قطاره 750 قطعه كوب حامض ساعه ساعه لكن حشيله قطاره قفغات تشكل قطعه حشيله إيه كذا بورك، إيه كذا يعني ما تبعت كذا، بس أقرن يا خلاص. يعني أختو وتنفضل بأن تبلخوتني لهرب إيده. بيدا بيشتغل. يعني حتى كباب زورة هرب إيده يعني. يعني خشون أنا بيدا بيشتغل. أخني كدار قياسات بقى قصرة يعني وضطخله بيشتغل. زين هم كباب زور نفس المندي والمواد خنة مثلاً المنتجات خنة ما بالخوتو مثلاً بصرة عراقي بصرة إيه مديك موصي لأن كوداخل بصرة عراقي ها التوصاية يعني توصاية بس كودا ما توقع خير من فيه كات كمخل هذا عراقي هذا بصرة نعم زين بثر ديخ بثر ما دخل صوته يعني قراسة قرصة وقوالع قو بصرة كيف أخا شباب دغدغ زين عندها ولا بثوخي يعني كباب بدريي النايلونات وبقصقصي وبطل ديخكم تبقي لها قرد خلنا يعني وكثي عملية شلاقة شلاقة ما حكي لنا العملية شلاقة إما تقرسي عمينا مكينا ما أثيلك بثخيلة فتاحين بثخيلة باطل ما ديك خلصي شقليه آني جماعة ديكم حاشي كباب شقليه كم حاشيها كباب خلصي داريها صفحة كنش في قناوة كانت شلاقة شلاقة شالق عمص أنا دارقة مجمدة شالق عمص دزبون لأنه هذيك شاقله لوك شالق لوك يعني مش خده بوفين لوك قاليه زي ده كبير طريقة تعاون وأنا خن دارقة مجمدة للشلاق لأنه كان في الناس حيلك ب يعني بصر تنشيفك بشي دريقة مجمدة للشلاق نعم دارقة مجمدة دارقة الدافع مثلا قا هنا برماشي سلكوا بينا هنا خمسة سلكوا بينا كونا مجمدة للشلاق بلطخ الكباب هذا شخيني دامنا ليش لاخر شرق الحين كباب خاف شاقله ها هل أختك شلقتني إلى أخوك يا وتوني لا طيب وخذ بك شلقتني إلى بلبوش لاقة وكما قيرتني لك من شفتني كانت مجمدة وزبدة نعم بعد إيفان دائما خازخ يمد بيثة كنت كوذا كباب حشوية كوذا للفرن يعني كم كرشنا بصلة وبصرة أخا مدغزيلا هذه طريقة لك وذاك لأنه ليبن يعني بصرة نايك كمية أخني ذاك وذاك تقريبا بس بصرة 60 كيلو 10 كيلو شحم 7 كيلو طرف 25 كيلو بصل تقريبا ما تهلف 90 كيلو 90 كيلو ما أودنا يعني يعني شارخنا إشلاقة لا إما طريقة لا مش طوء لا نيثا نيثا طرافة وبصلة وشحم وليا زاد مو نديتك زاديه كوبته ليش بس انت كوبته يعني كلاسقك طبق الكباب مش زاد يا مو نديت حق كوبته خذت من كوبته الاقلاده كوين بخناده هنا لو كيف بخناه وما يا بسيمي هذه كوبته بس انت مو بصري لك ولا هذا ايه بعد ايفان غزيل المراحل مثلا كوبابه نعم وهم أنا يمتبثا يعني كذا الواحد بس يعني تقريبا نفس الطريقة لا بس دائما مثلا أنا وإن إلبتا بأنه حشوية لازم أودن الفرن بس ده غزيلي لا إلبني خمندي خاطة بأنه حشوية هاونايا مش بسيمة مش كلازق الكوبيل وبش كتيا جنديتك يعني هذا خسنتك كده قولك قرصة أم تبصرة سموقة بصرة شرخة دائما يعني كم لخلق بارد بايش لازم قرصخ له وغزينا تلقى وتو مبلوغ قوماي زي دوذت دولت بصرة جريج وقرقر خناوة صدر دجاج بالنح حسقة كوبتة كيفاش لو أنيثة خناوة لا حيل يعني كوبتة حشيت له وشلقت له كيفاش قوي لك لك يعني صعوبة كتولة فمعزق قدرة كوبتة زين وتلقى قوماي كما هكذا تلقى قدرت ما شخينة وقرصة قرصة
قضاه حفظ بالنسبة مش حيل قضاه بينما قريت ما قرير ساندت كمجمد لي يعني. ايه ساندت لي باش مش قوي يعني ما يقرير قرير قرصة قرصة اختلقة نقلتها منه قرصة اختلقة ايه زين اتوخوا احجام مثلا اتوخوا رابو اتوخوا وسط اتوخوا زولة مثلا اني زولة اني زولة اني كنت الله كنت الله باكيتينا قلت لنا اني كنت التب باكيتينا الف ثوته التب يعني ايثن احجام احجام تاخذ مثلا قبغات ما بالختني لا يعني قبغ هل قبغ الدستيده قوالب زين اني قالبت كبابي لا لو قبغ الدستيده لا اخني كي واحده تنكشي موصل كما قالوا والله قالب 28 قالب 21 قالب 22 قياسي لو كوثك وزرك شمال قميثة وقبخ الدستيتة بالغلاء قبخ كوبابي صحيح. يعني هاوي وقريصة من تيخ بس هاقة لا حيلة فيعني انت أخو مثلا ثلاثة أحجامي ليه؟ قلت لنا خمسة أحجام خمسة أحجام أي. يعني انت أخو بالزور من دالي قلت لنا مشرابة من دالي ومشرابة وقلت لنا أخا هذه لبايا مجمينا قياس 28 قلت لنا قياس 30 قياس 30 وكل اني يعني بالختني اللي بخوقت زي اني لو حسب الطلب لا اني بالخخه حسب الطلب دافع ابو الاسواق اللي مثلا بمشم بشرقاط كيار قبينا 200 باكيت مخالي 200 باكيت مخالي دا قامي فتره بشيء تقريبا 500 باكيت داني قال لك دارك من جمدخه دارك باكيت بكراتين كذا سيارك شغله دا مبلغ الشرقه زين هم يعني ميرخ تنتري انواع تن خاصه يعني عراقي وتن دمصلحه نعم زين هم تبراي يعني لا براي لك سعبي عراقي لك سعبي لا بس اخر قليل يعني قليل بس اخر بغداد لا قرخشي قرخشي اي قرخشي اي تناشي يعني لك بي مع العراقي تناخ يعني شخصيه فطبه محامين هذه كليك هذه باب الإيفان إذ مشروع مش لخب ثيخة بطر ما ضد إيروخ ومن داعش يعني بطر تهجير هذا محل إيقاد ثيني كوخازين هاي مقلبة كولا يعني لبقت حاله يعني هل إثوالك إذ محل من قميثة إيه يبقى مين ما دلقت كولا دلقت كولا دلقت كيو موجود هذه موجود يا هذا ديكور موجود يا إيه والحمد لله تقريبا 20 مليون ريال لله هل دك شغل وداخل تودلخ إعادة يعني أي إعادة آيت وأمي الإعادة كله كله يعني فراغ خاتنة مكاين مجمدات ميوزة كل اللي بمعمل خاتين دائما ساعات عمل إيمان كم فضلوت تهاوين خشكة لو بعاصرته والله خشكة بشطولة لأنه كوية فيوقتها كاتي نقلات عمرها كم يارب وقلة على مود خلصيته من نطفيته بصرة موالا بصرة كم نطفيه الكولي أوه قد قلده لك شوقي بقى آبت ممنوع قطين كل جلد البراي لك شوقي فهلكو نطق بصرة وخطق شحوم طرافة عن شغلات وهل إذن ختمكم فضلي بليل بليل هم بس يعني دم رخت بلاخة بليل قامين مادر قهوة ثوان الجيش كم شغلات وشفتين شفتين كم شغلات شو لا يعني شو لا باشر إذا أنا مش لا شو الحمد لله كي حيش الحمد لله ما قد يعني غزيلا أزمة كورونا لبريلا ما قد أثوال تأثير الشولة يعني كبير شولانة كورونا حيل مثيرة لنا حيل مثيرة حضرة التجوال حيل مثيرة لنا يومية حضرة التجوال حضرة التجوال ميلة ليت الناشي زين ليت الناشي رغم مشغلة تمامنا لا صح فمثيرا حيل مؤثرة ايه الحمد لله المهم يعني آيت وبيثوث وعائلة دي يقدم رخ ويالوخ اليوم هو تبصير بالشولة الحمد لله وغزيلا شباب ما شاء الله عليها ناطيرة هم أني صنيتة ولا شقيلح يعني أكيد ايه. صنيتة من نختم شقيلة نعم. يعني بقميتها أي تبال خطوة يعني تبال خطوة بس أنا زوري يوم دي تبال ايه بس ايه. ده كم شقيلة أنا صنيتة وآيت كإشراف دي يخ أمي يعني الحمد لله والشكر يعني وبغزايا يعني وبغزايا ما شاء الله يعني شولة عليها ناطيرة وشاوق له وعليها موافق له قوشوله وانا شاكرني يا حلة جدا شاكرني وهذه مبادرة طيبة اكيد ما خليت ابلغ بس مجانك وعليها وقناة اشتار محبوبة لا قناة اشتار هيك تقولي اكيد اخلي موخن اكيد مدبا اوتون اكيد قناة اشتار ولا موجودة
وألها موافق لأخو قوشي لوخن وألها ناطر يا لوخ دي لإيدا وإيدا أموخ وبآبي شولة وبآبي صنيتا بسم الله. بالرغم من تطور الحياة ووجود الأماكن العديدة التي تقدم الأكلات الجديدة والغريبة، إلا أن الكثيرين لا زالوا يفضلون الأكلات الشعبية المتوارثة، حيث تبقى الكبة الأكلة المميزة في المائدة العراقية.